مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بث مباشر آخر دائما من مدينة الدار البيضاء، وهذه المرة من منطقة جورج بالولفة، حي الولفة. القصة ديال اليوم صراحة ما عرفتش منين غادي نبداها. معنا هاد الشابة هادي اللي الاسم ديالها منى، 25 سنة، لحد هاد اللحظة هادي كتعيش معاناة حقيقية كل ما تحمل الكلمة من معنى. يكفي مشاهدينا الأوفياء أنني نذكركم بأن منى ما كتعرفش الأم ديالها البيولوجية وما كتعرفش الأب ديالها البيولوجي. حسب الأقوال وحسب ما غتسمعوا معنا، الأم ديالها تخلات عليها في أحد المدارات اللي كما كنقولوا الرومبا، يعني الرومبوا، تخلات عليها في واحد الرومبوا في مدينة تازة، هزوها السلطات رجال الامن، داوها واحد دار ديال الرعايه الاجتماعيه اللي معروفه في المغرب، في مدينه داوها لمدينه الحسيمه. قضات تما 12 سنه في دار الرعايه، ما كتعرفش الام ما كتعرفش الاب 12 سنه. وقت وصلت 12 سنه هي عندها بيليبسي، يعني اللغة العربية مرض الصرع. هذاك مرض الصرع حاروا معها في العلاج ديالها في مدينة الحسيمة، جابوها لمدينة الدار البيضاء، جابوها لمدينة الدار البيضاء، واحد كذلك دار الرعاية الاجتماعية اللي هي معروفة، جابوها لها. قضات فيها حتى 18 سنة، كعرفوا القانون ديال دور الرعاية الاجتماعية، كتفوت 18 سنة قانون كيحكم عليك انك تخرج. هاد السيدة هادي وهاد الشابة هادي اللي في عمر ديالها 25 سنة الآن هي أم عازبة، يعني 25 سنة أم البنت، ضحية كذلك عندها 5 سنوات. ما بغيناش طبيعة الحال نبينوها معنا في الصورة، غادي أنا نعطيكم واحد ملخص، وبغيتكم مشاهدينا الأوفياء بغيتكم تعيشوا معنا القصة ديال منى. قصة مؤلمة جدا، هذا واقع ديال المجتمع المغربي، وكنحاولوا نعالجوه، وكنحاولوا على قدر المستطاع أن نمدوا يد المساعدة مثل هذه الحالات هذه. كاين اللي غادي يقول دابا أنا، كاين اللي غادي يقول دابا لا وهي علاش لا، تخيلوا معايا ما عرفاش أم ديالها أب ديالها، حكمات على الظروف. المهم باش ما نطولش عليكم غنخليكم تستمتعوا معنا. منى السلام عليكم. وعليكم السلام. منى انت دابا عيطتي علينا ياك، بغيتي تشاركي الهم ديالك والقصه ديالك مع خوتك المغاربه، لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. بغينا نعرفوا، حتى المشاهدين يعرفوا معنا شكون هي منى. منى بنت كبرات في واحد الجمعية اللي بلا ما تقول سميها، بلا ما نذكر. كبرت لمدة 12 عام في مدينة الحسيمة مع المرض ديالي، ما كانش وسائل النقل ديال لومبيلونس، وديك الوقيتة كانت حسيمة باقا عا صغيرة، حولوني هنا لكازا بظرف أنني مريضة. وهذا من بعد مبقيت لمدة 18 سنة، تعرفت على واحد السيد بغيتو كأي دره مراهقة غتبغي غتصاحب عادي. لا باش غير باش المشاهد، باش المشاهدين دابا، باش المشاهدين نوضحو لهم اكثر. دابا منى يعني انتي كنتي كتخرجي من دار الرعاية الاجتماعية اللي كنتي فيها هنا في الدار البيضاء، حتى اللي كنت كنمشي وسطوني للدراسة كنتلاقى هي بحال هكا، فهمتي؟ باش ما يسحبوكش الناس، كتخرجي ديري شي حاجة.
الوقت اللي كنكون غادا كيسيفطوني للمدرسه حيت ما كاينش الوز ان المدرسه بعيده على كتمشيو على رجليكم هادشي اللي باش ماشي عارف هو عنده الموطور كيجي يهزني من اخويا يديني وصلني ولات علاقه بيناتنا كنبغيو حيت نمشي بحكم انك يتيمه ما لقيتيش اللي حنفك قلتي هاد السيد راه حنفيا وغيدني بحالي بحال صافي طورت العلاقه ولا كيقول لي خرجي نتزوج بيك ونديرو دارنا وهادي لعب على دماغي انا نيت على نيتي خرجت كسمحت في قرايتي سمحت في كلشي فاش كنخرج الزنقه نسال نهائي بحال ما عمرها ما شاف فيه مده ديال شهر من بعد ولا رجع كيقلب عليا صافي بقى لي بقيت هكا كنبات مره نبات عنده في الدار مره يكري دار مره نبات غير في الزنقه واش قدام الام ديالو مره كديني للدار قدامه يصحى يدخلني قدامه بعد مرات في فاش كيطاقش معاك كيولد مع شي ناقص حد كيولي يشفر الفراش من السطوحة ويجي نفرشوها في الحمرية هكا في الخلا ونعسو وغدا الحياة ديال عرفت ديال المتشردين وصافي بعد مرات تنقول ليه فلان دير معايا تاويل مابقاش بحال هكا الزنقة البرد جاي وهاد هادي قبل ما تحملي قبل ما نحمل يقول لك لا صبري نهار اللي حملت ساسني بحال كيسوس الزربية من اللي حملتي شحال كان في عمرك؟ كانت عندي 19 عام 19 سنة 19 باش مشاهدين 19 عام من اللي قلتي لي حاملة؟ صافي سي قلبي من جيبي لكن ما درتش معايا كدير مع واحد اخر باش مشيت دويت مع امك كتقول لي لا انا هذا هو بغيت المشاهدين يسمعوه هذا بغيت المشاهدين وهذه وصية لشي امهات للاسف انا ما كتحطش بنتها في هذا الموقف سمعوا معايا هذه الام ديال هاد ما نسميش انسان حاشا واش يكون انسان ما نسميش انسان الانسان ما كيتخلاش على الدم ديالو ما كيتخلاش على الضنا ديالكم ما كيتخلاش على بنته ما كيتخلاش على ولادو بصفه نهائيه وما كيتخلاش على الزوجه ديالو غتسمعوا معايا الام ديال هاد ما عرفتش كنسميه ما عرفتش المصطلح اللي غادي نعطيه غتسمعوا معايا شنو كتقول لها كملي ملي قلت لها قالت لي لا انا ولدي غياخدها حسبه بنت لالا ومولات بنت القعبع ما غياخدهاش بنت خيريه ما عندها لا اصل لا فصل سير شوفي دبر راسك هو ما بغاكش ما سوقيش فيه قلت لها قلبي منين تجيبي فاش كنقول لفلان بنتك هادي ما عندي ما ندير شنو ربي كتب عليك تحمل نحمل منك قول لي لا ما ناخذكش الله يجعلني نمشي ندوز عليك الحبس وما ناخذكش نمشي ندخل الحبس ندوز الله يجعلني ندوز 5 سنين 6 سنين شحال ما خرج ونخرج ونفديها فيك وعادي ما عنديش مشكل حيت هو عنده السوابق عنده السوابق دابا ما غنخاف على راسي يخرج لي بطبيعة الحال راك لا اب لا ام لا اخ لا اخت ما كاينش حتى انا كل لقيت اللي حن نحط على من حط الراس كيما كنقولوا ما غنمشيش للعند براني ما غنشوفش فيه اصلا انا صافي شدني من الدرع اللي كيضرني ناقصني حنان باغا لي نحس به في ديك الفتره كانت الام اللي كانت ربطتني في الجمعيه توفات بحال خاصني غير على من نحط الراس حسيتي براسك فراغ كاين فراغ انا في حياتي السيده اللي كنت كنقول لها ماما وكتحنن فيا مشات صافي ما بقيتي كتهب بوحدي وسط ديالك خرجت مربي ما لقاني غادي تلاقيتي مع ديب ماشي تا ديب تعلب كيتبل حتى تاخذ غراضو دابا هو عايش الحياة ديالو عادي دابا عايش حياته عادي خدام عادي بخير وعلى خير ما مسوقش اش كيقول لي البنت كيقول لي بنتك انت ماشي بنتي قلتي لي بانه بغيتي تحاولي تخلي واحد العلاقه ما بيني وبين هذاك يحن ولادي قلتي يديتي لي بنته شنو وقع فاش ولدت حيت انا ولدت على واحد على حساب الجمعيه فاش ولدت لقيتو معاها ديت هذا تلاقيت كاع عيطت باش يحن زعما اللي شده بيناتها غير تزعز فيها شي حاجه في خاطره عيطت ليه فلان بغيت نشوفك اش بغيتي غير بغيت نشوفك بغيت نشوف ونهضر معاك وديك الساعه بغيت تمشي سير جا عندي تلاقينا مديت ليه بنت وحطيتها في يديها باقا تربيها باقا ما كملناش شهر باقي في 40 شدها وشافتها شافها ومدا ليا شدي بنتك عليا بهذا الاسلوب هذا شدي بنتك عليا سالا هو سالا
ما طاري والو، ما عندوش بحال ما عنده زيد ناقص، كاينه كي ما كايناش. حول ولا قوه الا بالله. اه وشنو وقع من وراها ملي قالك منك لبنتك؟ صافي هزيت راسي وقفوا معايا جمعي لي ولت على حسابها، وقفوا معايا طلعت ورقات لبنتي صايبت الدولة، عطاتها السمية وعطاتها الكنية وعطاتها كل شيء. يعني تحرمات من الاسم ديال الاب ديالها؟ تحرمات من الاب الحقيقي، تحرمات منه. دابا محسوبة على بنت الدولة، كتبان على اساس بنت الدولة ماشي بنت موباها، بنت الدولة. بنت الدولة مسكينة. بنت الدولة صافي، حيت الدولة اللي عطاتها اختارت لها السمية ديال الاب واختارت لها الكنية. هو دابا كيعيش حر طريق بخير وعلى خير ولا؟ عايش بخير بحال ما طاري حتى حاجة في حياته. واخا وبغينا نوصلوا معاك منى، ملي خرجتي وهاد ما نعاودش نسميه، ما حسيتش الشرف اني نسميه هاد الاداه ولا هاد ملي خلاك بوحدك مع ديك البنيه ياك، بغينا نعرفوا اشنو وقع ليك، كيفاش عشتي، فين مشيتي، كليتي في يعني فين. نحاولوا انا نقربوا المشاهدين، نقربوا من القصه ديالك اكثر. باش صافي هزيت راسي لقيت خدمة، ماشي مبقيتش خدمت واحد المدة، من بعد بداك العصب جاني كريز حادة، النص ديالي راه سلمات عليا، جاني انشالا حيت كيجيك ما كي حيت عندك الصرع، عندي جاتني كريز قاصحة وجاني انشالا نصفي. حتى ما بقيتش كنتحكم في يدي اليسر، اضطريت اني نجلس. ما حيتش مرة نخرج نضبا في نقاب، نخرج نسعى مرة نشوف كيفاش ندير. المهم خاصني ضروري نأمن لها كراها ونأمن لها ماكلتها ونأمن لها كلشي بأي طريقة، باش ما تعيش الحياة اللي عشتي، باش ما نخليهاش تحس بداك النقص. ماشي بحال كنتي تخلات عليك الأم ديالك في واحد الرومبوا في مدينة تازة ياك؟ ما بغيتيش هادشي يتكرر. خلاتني في رومبوا ديال تازة، أنا ما بغيتش ديك العيشة اللي عشتها، ما بغيتش ندوزها لها. يعني حيت هي الأم ديالك طوعة قلبت حق خليك أنت؟ لا ما طوعتش، حيت أصلا ما ربتناش السيدة اللي بات، ما ربتنيش على أنني نخليك بنتي. ربتني احسن تربيه الله يرحمها، ماشي ولدتي خاصك تقدي به. صافي هادشي اللي علاش تربينا، ما صافي خدمت هكا جمعت كنجمع شي حاجه حتى صيرت بها حتى تسالت. نامل ليها هكا مره، المهم نشوف يجعلني نمشي نسعى، مره نمشي نخدم نسيق دروج بحال هكا في شي مابل مره. واخا البنيه فين كتخليها دابا مسكينه؟ دابا حاليا كندبر فلوس، المهم كنخدم لها الروض حيت دابا وقت نزل المدرسة، عندها خمس سنين حق عليها الروض، هاد العام نجي ان شاء الله غادخل المدرسة ان شاء الله. داخلة كنخليها في الروض، مرة مرة نمشي نجلس في الموقف، إلا جاب الله شي خدمة نمشي نخدمها، ومشى بحالي مرة راني جالسة في البيت وهكا غادا. واخا هاد الجميتو بحال كاريال؟ بحال كاريال هاد البيت كاهي ب 11 وبالموضوع كتجي 12 حيت 1000 ريال ديال الموضوع. يعني هاد 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 البيت ب 12000. كنتمنى من التقني انه يعطيني غير الصوره ديال هاد البيت كيفاش. انتم لاحظوا انا انتم شوفوا انا فين جالس، شوفوا منى فين جالسه، يعني الله المستعان. يعني شوفوا هاد الحاله هادي، هاد جوج خطوات لاحظوا، هنا اللي كتنعس البنيه، هنا فين كتنعس وانا فين كنعس. يعني هاد المكان اللي كنجلس فيه انا الان، هذا هو المكان اللي كتنعس فيه منى مسكينه. وهاد الناموسيه اللي غنرجعوا لقضيه الناموسيه، هاد الناموسيه هادي كتنعس فيها البنيه الصغيره. اشنو سميت البنيه مسكينه؟ سميتها امينه. امينه اسم جميل، نتمنوا ان شاء الله تكون في ايادي امينه ان شاء الله، واكيد خوتها المغاربه غتكون معاهم في ايادي امينه، لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. صراحه غنرجعوا لقضيه الناموسيه. الناموسيه اشنو بغيتي ديري الناموسيه قلتي لي؟ باغا نبيعها باش نشري نأمن على الأقل المصروف ديال الماكله و اضطريتي وليتي باغا تبيع الناموسيه؟ نبيع حيت ما قلتش باش غنصير، باش غنصير ما كاينش اللي غيدق عليك ويقول لك فلان ها كيف تاكل، وفي هاد السنه قاصح ما كاينش لي حل، ما كاينش لي حل. حتى المحسنين قال لي ولاد حيت قوت ما قوة ونصر ما بقاش كيحلو، ما بقاش حتى السعي انا كاع خوش السعي كيشوفوني كتحل ما كنتفلى، فهمتي ما كاينش. واش تخيلتوا خوتي المغاربه ها قال لك اضطرات انه ولات باغا تبيع ناموسيه
اللي كتعسفوا من البنيه الصغيره. انا صراحه دابا هذا هو الاسم ديال المباشر، هو المباشر سيف ذو حدين، ولكن كيخليك يعني كما كنقولوا داكشي على المباشر، ما عندك ما تنقص ما عندك ما تزيد، يعني الصوره غنيه غيكون التعليق. كتسمعتو منى اضطرت انها ولات باغا تبيع دابا الناموسيه اللي كنعسفوا منها امينه اللي هي في سن الخامسه، وغتعاود لنا قصه ديال منى مره اخرى، لا قدر الله غتعاود لنا قصه ديال منى مره اخرى. منى الان كتعيش في هاد جوج ديال الامتار مربعه، انا كنشوف الان ما عرفتش صراحه واحد البوليزايه هنايا حدايا هنا واحد البلاكار كاين متر تقريبا تما ما بين الحيط الاخر وما بين السداري هذا واحد المتر، مسكينه موعلات واحد البلاستيكه حاطه فيها داكشي ديال هذا زويت هذا سوي سكر صراحه ما عرفتش. منى انا بحال كنتفرج في شي فيلم، انا دابا مكسبش غادي ما عندك شنو وقت مشيت تخرج تبيع الحمق؟ لا كوبوتي تبيع الحمق ما تعيطيش علينا، ها وحنا كوبعتي الحمق ما نجوش عندك، حيت اصلا ديك الطريق ما خدامش انا، راه ساهل الطريق الحرام اسهل ما يكون، اسهل ما تصوري الملايين ديك الطريق، ولكن الحاج الحرام ديما كيخرجوا في الاولاد هي في الصحه فهمتي، ما انا ما باغاش ندخل في الصحه، حيت اون فوا نخرج غتخرج في بنتي غتخرج قبيحه عطا الله حول خوتي فهمتي، انا ما باغاش انا اضطريت انني نعيط ليكم نطلب الناس يعاونوني باش من قدر الله، المهم انني ما نخرجش لدار وغادي يعاونوك غادي يعاونوك غادي يسلمو فيك، ما نخرجش للطريق نهائيا واخا يبقى فيا غير عاق واحد ما نخرجش. خوتي المغاربة ها ما شحال هذاك ما بقى ما يتقال، كلشي كتشوفو فيه قدامكم يعني يتيمات، ماشي نقولو يتيمات كيكونو عند الأب والأم توفاو، ما عندهاش الأب ما عندهاش الأم ما كتعرفهمش يعني أمها كما سالت ثم أنا حطاتها فواحد المدار ديال مدينة تازة، جات السلطات هزوها داوها لدار الرعاية في مدينة الحسيمة، من مدينة الحسيمة سن الثانية عشر هزوها بحكم المرض اللي عندها كما سمعتو هذا بيليبسي يعني مرض الصرع، جابوها لمدينة الدار البيضاء من سن الثانية عشر لسن 25 عام ياك 25 سنة، الآن في سن 25 يعني واحد 13 سنة في مدينة الدار البيضاء، هاد 13 سنة عطاتنا واحد النتيجة ديال واحد البنت اللي غيتعاود يتكرر السيناريو ديال منى، غيتكرر الا ما تدخلوش المحسنين وما تدخلوش الناس مسؤولين وما تدخلوش الناس اللي عندهم غيره، غادي نوض واحد غادي يقول لك غادي يكتب في الكومونت هو مريح ورا الشاشه وكنعتذر على غادي يقول لك وما لا هي وعلاش دارت هي، لا حنا ما غنلوموش منى، لا حنا غنلومو ديك الام اللي تخلات على منى، غنلومو داك الاب اللي ها هو كيتكرر نفس السيناريو دابا ديال منى غيتكرر في امينه بنتها اللي عندها 5 سنين، نفس السيناريو غيتكرر نسخه تلقى الاصل، يعني مع اختلاف انه منى ما بغاش تسمح في الكبده ديالها، واللي خلانا اننا نتشجعوا ونجوا عند منى ونتبعوا الحاله ديالها هو انه فضلات تخرج بوجهها بحال كنكشوف قدام خوتها المغاربه وخوتاتها لا داخل الارض الوطن ولا خارج الارض الوطن، على انها تمشي تبيع اللحم ديالها كما كنقول، كان ساهل عليها انها تبيع اللحم ديالها، باقا شابه راكم كتشوفوا حنا باقا شابه باقا صغيره، وكنتمناو من هذا المنبر كنتمناو صادقين بكل قلب ديالنا ان اللي غيتواصل مع منى من يحطوا الرقم ديالها يتواصل معها لله ماشي لشيء اخر لله، كما كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام من كانت هجرته الى الله ورسوله
فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا بغي لكم لله، هذا اللي غيتصل وغيتواصل من غير حطوا الرقم ديال مولا، ما يكونش نيته سيئه، لا يكون نيته لله، كيتعامل مع هذه اللي ما كتعرفش الاب والام ديالها، كيتعامل مع امينه اللي ما بغيناش يرجع لنا نفس السيناريو ديال مونا. انا تكلمت بزاف ولكن راه حيت صراحه ما عرفتش بعد خاص كيخونك التعبير. مونا شنو كتقولي من خوتك المغاربه دابا كيشوفوك داخل ارض الوطن، شنو كتقولي دابا مونا؟ انا كنطلب من الناس يعاونوني على الاقل نسير على باش نخلص كرايه باش نسير على بنتي عاد المصاريف ديال المدرسه عاد حيت ما بقيتيش بقيتي خدمه دابا. انا كاع بغيت ندير غير شي مشروع هكا صغير مثلا نبيع المسمى، ما كاينش الزيت، الصحه ما كاينش، المسائل ما كاينش، هذيك باش تشري ما كاينش، حتى الامكانيات ما كاينينش. انا وليت محلاه في المشكله ب 36 كيلو باش كنجمع، عاد نمشي انا نشري السلعه باش وعاد مزيد الزياده اللي دار طالعه دابا راه هذا اللي. انا باغا الناس يعاونوني باش ما كان باش نخلص كرايه نصير على بنتي باش نشري لها ما تاكل، هاد العواشر هادي كتبغي تشلي حوايجها المدرسة دابا فاش كنبغي نصيفطها الرود كنحشم كنولي نمشي نطلب من الحاج باش كريدي لينا نعطيها للكوتي ديالها بحال بحال الدبان. اشنو القصة اللي قلتي ليا قبيلة اللي كنت غادي نجي عندك مع الزوج ياك؟ عاودي لي القصة اللي وقعت لها، قالت شي وحدة قلتي لها قالت لها مرتي ياك تخاصمت مع شي بنية؟ تخاصمت مع شي بنية هكا حيت سمعوا مشاهدينا الكرام، هذه وحدة من بزاف اللي غتعيش امينه الا ما وقفناش معاها حنا كمغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. سمعوا هذه القصه اللي وقعت لبنية عندها 5 سنين. كان هو كيدوبوا على الوالدين، قالت لهم نوض كيعرفوا على نفوسهم. نوض بنتي قالت لهم انا عندي ماما، بابا مات بالنسبه لها، باباها مات حاجه هي عارفه حي ماشي ما عرفاش، ولكن في قلبها ميت حيت ما حنش. كتشوف الاباء كيجيو يهزوا ولادهم أستاذك. أنا كذبة على أستاذك، قلت لها راني ميت ليا الراجل، ما بغيتش نقول لها راه مهاجر حيت ما غيحسوش بك، ما غيتقبلوش وما غيحسوش بك، كاين اللي ما غيشعرش بك. هاد النعت كتمشي تنشال البنت، ما كيمعجوش في الراجل، الراجل كيبقى راجل، كيخلي لنا هنا في المغرب الراجل كيبقى راجل ما كيتعبش. أنا ما ديما النعت في المرأة، قلت لها أنا ميت ليا الراجل باش حتى بنتي تبقى شادة ديك الفكرة باش بلا ما تحقد عليه في نفس الوقت باش ما تتلاميش. قالت لهم مات بابا، مات واحدة أخرى قالت لها لا أنا ما ماتش باباك، ما ماتش باباك، ما ماتش باباك، باباك خلاكم، خلاك ما ماتش. علاش ني سمعتها؟ سمعتني داوية أنا، كنت داوية أنا وجارتي، كتسمع مسكينة ديك الهضرة، سمعت داك الهضرة. قالت لهم لا أنا بابا ما ماتش ما خلانيش، مات. بقات شدية متغادية دازو في المدرسة. اضطريت أنني نوض بالدوخة، خليت التليفون ومشيت. مشيت نفكها حيت بنتي انا من داك النوع اللي عصبيه، كلمه جوج غتشعل، خاصني حتى انا نجي نحزرها باش يلا تسكت. جايبها قبيله تقول لي ماما ياك بابا مات، شي مشي مشى ما مشاش بابا مات، تنقول لها صافي مات علاش سكتي؟ دابا غير سكتي مات. ما جي انا جيت نقول لك هاد العمام نقول لها ربك خلاك، حتى علينا تطلع حاقده معقده، تصدم معقده. انا واخا تصرف فيا العامة انا بغيت ما بغيتش تطلع حاقد عليه، تقدر واحد النهار تبغى تعرفو وتبغى ما تلاقيش بداك الحقد، تبغى تضربو وتبغى تقدر فاش تشوفها تهضر معاي ممكن الله اعلم، حيت واخا الابناء كيكون حنان في والديه. واخا شنو دابا شنو الطلب ديالك من شنو الطلب ديالك من المغاربه؟ شنو الطلب ديالك من خوتك المغاربه اللي كيشوف فيهم باك، فيهم مك، فيهم اختك، فيهم خوك، فيهم حسبي شي المغاربه، حسبيهم كلهم عائلتك، حنا كنا عائلتك، اشنو كتطلبي دابا منى؟ اشنو بغيتي يا منى؟ باش تعيشي انت وامينه وما تعيشش امينه في الظروف اللي عشتي. انا باغا الناس يعاونوني باش ما قدرهم، نقول باش ما قدرهم باش نقدر على الاقل نخلص كرايه فوقته، مصاريف نامل البنت الاحتياجات ديالها كطيفه في الملبس في القرايه في كل شيء، نامل بحال ما حاس ما تحسش بداك النقص انها ما عندهاش، فهمتي؟
عاد انا بعدا الا لقيت منقدرش نقول لك هادشي خدمه عليك قد صح حتى حيت انا دابا نسي كيرقد عليا فهمتي خاص شي خدمه على قد صح حتى انا كل لقيت خدمه ما غنتحاشاش بعدا كومي ما غتلقى منين جبت المصروف قلتي لي ملي كتعصبي خاصك ضروري يحقنوك بالابره ياك فاش كتجيني شي كاس ضروري خاصني نتهزي السبيطار ندقو الابره باش نقدر نفيق وما واخا نفيق ما خاصنيش نخرج تندوز 24 ساعه عندهم السبيطار وعندك الورق ديال السبيطار باقي كلشي عندي راني اللي فراغ ديالي كلشي عندك هاد الوثائق كتشوف انك عندك بيليبس ياك كلشي عندي السكانين ديال الراس عندي كلشي السادة المشاهدين منى بغينا ولا كرهنا هذا واقع ديال المجتمع بغينا ولا كرهنا هذا واقع ديال المجتمع اذا كنا غنحاسبوا منى يعني قبل ما نحاسبوا منى نحاسبوا الام ديالها اللي خلاتها نحاسبوا داك الاب اللي لحد الان ما كتعرفوش هي ما كتعرفوش تقدر دابا احنا شو دابا هنا فين غنوصلوا شي حوايج اللي تكلم عليهم الدين تكلم عليهم القران حنا كنعيشوهم يعني هاد الدريه الان هذا راه خطا كبير ان الاب ما كتعرفوش والام ما كتعرفهاش يعني لا قدر الله هاد البنيه هادي مثلا كنعتذر لا قدر الله هاد البنيه هادي اللي هي امينه بنتها تقدر دابا لا قدر الله الاب ديالها الاخ مثلا تزوج بالاخ ديالها ياك امونه ياك تقدر تلقى ليه توقع تقدر كلشي ممكن تقدر تتزوج هو بشي وحده اخرى وتلاقى بخوها انا شي انا بلا انا باغي نخليها تتعرف عليه باش تعرف انا تقدر يكون با تزوج وحده تلقى عنده وعندها خوت اخرين الله اعلم حيت راه شحال من واحد كيكون ما عارفش خوتو كيتزوجو كاين اللي كيتزوجو بالرضاع مزوجين من خوت بالرضاع الله بحال هاد المواقف كيوقعو عشان انا اللي بغيت انا نعرفها به باش لا كان مزوجها كتعرف انا عندها خوته دير اتونسيون وكنلاحظ واحد القضيه منى لاحظت بانك الحياه واخا انت باقا صغيره في عمرك 25 سنه الحياه بحال قصحات وليتي مابقاوش تما كيهودو قصحات نتا بكيت تنشفت بكيت تنشفت جيت نشوف فاش كنبكي الالام اليوميه كان مرض انا اللي كنجيبها في صحتي باش كنبكي ونتعصب انا فاش كنمرض هنا ما كاينش شي يهزني الصباح هذا من بين الشروط اللي شرطنا علينا حنا اللي شرطنا شرط على انا عبد الربي مراسل قناه مغرب نيوز ملي عرفت بانك طيح مرض الصرع قلت ليها حاولي انك ما تبكيش ياك امون ياك قلت لي حاولي ما تبكيش باش ما تطيحيش لينا حيت انا اون فوا كنت على ابسط الحوايج نتعصب نطيح نفرح بزاف نطيح نتقلق بابسط الحوايج كان على ابسط الحوايج حول ولا قوه الا بالله ما خاصني ديما نبقى مستابل ما نتعصب ما تفرحي ديما داكشي عندي ستابل حيت ابسط عندي عرق في الجهه اليسار كيتبوش عليا صافي كيتبوش خاصني كنغيب صافي ضروري ندوك الدرا نبقى 24 ساعه تما في السبيطار عاد باش نرجع بحال للدار حيت انا اون فوا اللي طحت هنا ما كاينش اللي غيجي شكون غيعرفني واش طايحه ولا ما ودريتي غتعرفني واش شي حاجه طاحت صحابها غا ناعسه ولا ما غتفهمش حتى الدواء ديال البيليبسي راه داير 3000 ريال الباكيه وعندي انا تخاتمون ديال الشهر عندي حبه في الشهر لابواط فيها 15 حبه شحال كيخصك انت ديال عندي على الاقل جوج ديال لابواط في الشهر هي 6000 ريال هذه ديال البراوه ديال البيليبسي هذه ديال الدواء ديال البيليبسي 6000 ريال في الشهر اللي جيت نتبع الدواء انا نقصت حبست الدواء باش ما يجيشني مصاريف كثر يعني حبستي الدواء على قبل المصاريف على قبل المصاريف حبست الدواء ما انا الطبيب فاش كنت متوسع عندي الدواء افي ما نحيدوش نعيش حياتي كلها ولكن الوقت ما كاينش شكون غيعطيك اللي يجي مثلك باش تدي الدواء ولا ما كاينش خوتك المغاربه ما غيتخلاوش عليك كوني اكيده منى ان شاء الله كوني اكيده شي هاد اللحظه اللي عشتي مع مغارب نيوز كوني اكيده ان شاء الله علاش عندنا المشاهدين ديالنا عندنا الحمد لله المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن حتى اللي ما كيشاهدناش وغادي يشاهد هذا الفيديو هذا على الاقل يشارك القصه ديال منى على الاقل الا ما قدرتيش تساهم ساهم غير بالمشاركه ديال القصه ديال منى باش توصل لاكبر عدد ماشي حنا اللي كنقلبوا على البوز لا غير هاد السيده باش ربما
توصل القصه ديالها لواحد الناس اللي باغيين يديروا الخير، باغيين يديروا الحسنه، وكيقلبوا على فين يديروها. ها الحسنه قدامنا، ها الحج قدامنا، ها الزكاه قدامنا، كلشي قدامنا. هذا واقع ديالنا كنعيشوه، باش نكونوا صريحين. حتى واحد ما غادي ينوض يكتب في الكومنت بطريقه حالك، واحد حر، ولكن قول خيرا او صمت. ما تحكمش على هذه السيده وتقول لها علاش وعلاش درتي. لا، راه بنت كبرت في دار الرعايه، ما كتعرفش ام، ما كتعرفش اب. حطوا راسكم نتوما في بلاصه الدريات، حط بنتك، حط اختك. وانت هذاك الراجل الا كنتي كتشوفنا الان، هذاك اللي كتسحب راسك راجل، اللي ضحكتي على هذه السيده حيت مسكينه ما عندها لا اب لا غيسول فيها، ما عندها لا ام، ما عندها لا اخ لا اخت، ما عندها حتى شي حاجه، وحسيتي بها ضعيفه وضحكتي عليها ودرتي لها كرش وصيفطتي لها وخليتها هازه المسؤوليه ديال واحد البنت اللي عندها 5 سنين دابا. من هذا المنبر هذا كنقول لك راه كاين يوم الحساب، كاين يوم الحساب. شتي هنا الا ما خدتش الحق ديالها غادي تاخذوا ليها ان شاء الله. مونا كلمه ديالك الاخر للمغاربه، وغتعطينا الرقم ديالك، وما تعطيناش هذا الرقم ديالك اللي عطيتينا قبيله، راه ما كيشدش. لا راه نتمنى خير المسعد ربي، ونتمنى المحسنين يعاوني، حيت والله حتى محتاجه ديال بصح. ماشي احنا كنشوفو في كمونة، ما نجيش عندك. حيت لا، حيت كاين اللي يشوف يقول لك لا راه لا، شوفي ما نجيش عندك. لا غنتافقك، حيت كاين مونا. حنا كيهمنا، شوفي، كيهمنا الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله رقيبا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا. شوفي اللي كيهمنا هو الله سبحانه وتعالى، والرسالة، الرسالة غادا توصل للقلوب الرحمة. أكيد كاين الخير وكاين الشر. أكلمتك الخير خوتك المغاربة اللي عاوننا، شكرا. اللي ما عاونيش شكرا، ما يعاونك غير انه يشارك القصه ديالك. انا يشارك القصه لما قام يقول لا لا حول ولا قوه الا ما. حيت كاين اللي انا ديجا كنشوف ناس لي كومونتير بحال دوك، كاين شي برامج كيطلعوا على الناس كيبقاو يسبوهم، كاين عجوبه في الدريات، كاين عجوبه في الدريات. حول ولا قوه الا. انا كنتمنى بنادم ما يحكمش عليا، ما يحكمش عليا. انا كون بامكاني ندير شي حوايج. حنا مع خوتك المغاربه ان شاء الله. ما غات عطي الرقم ديالك لخوتك المغاربه منى، عطي الرقم ديالك لخوتك المغاربه. 06 06 19 24 45 50. عاوديها. 06 19 24 45 50. خوتي المغاربه، كنتكلم على المغاربه كلهم، لا اللي داخل ارض الوطن ولا الجاليه المغربيه اللي كتشرفوا بها. منى قصه من الواقع ديال المجتمع المغربي، بلا ما نزيدو حنا نتحاملوا عليها، نقولوا خير ولا نسكتوا، بلا ما نزيدو حنا نتحاملوا عليها. واللي غيتواصل معها كنتمنى وكنترجى، كنترجى منكم اللي غيتواصل معها يتواصل معها من اجل اول حاجه لله سبحانه وتعالى، من اجل ديك البنيه، ومن اجل هاد الشابه اللي ما عارفه لا ام لا اب ديالها. فكنتمناو، كنتمناو انه اللي غيتواصل معاه ما يتواصلش معاه باش يتفلى ولاي. يا اما قول خير، واما اسكت. المهم كما اقول دائما، لكل بدايه نهايه. وحنا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، على امل ان شاء الله، وهذا عندنا اليقين في الله، اننا نرجعو عند منى ونسجلوا معها حلقه وهي فرحانه. واخا هي كتقول دابا راه غتخلعنا، دابا كتقول لك فرحات كتطيح، بكات كتطيح. المهم كنتمناو ان شاء الله اننا نسجدوا مع الحلقه اللي نجيو عندها ان شاء الله، نسجدوا معها ونلقاوها مدخله السرور والبهجه لديك البنيه الصغيره اللي ما بغيناش نبينوها في الكاميرا. بحال دري عندها 5 سنين ما قدرناش نبينوها. فكنتمناو صادقين من كل القلب ديالنا انكم تشوفوا فيها بعين الرحمه، وتشوفوا بعين بنتكم، اختكم، يعني حطوها في اي الا انكم تحطوها في واحد الموقف ديال انه تقولوا راه ام عزيبه. الله يجازيكم بخير. اذا الى هنا سنأتي على نهايه هذا البث المباشر. كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى القرناوي، من هنا يحييكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر. دمتم في رعايه الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى بث اخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.